العصور والأزمان. كانت مصر وما زالت مطمعاً لكثير من دول العالم بسبب موقعها المتميز وسط قارات العالم القديم، آسيا وإفريقيا وأوروبا. كانت من أواخر هذه الأطماع حرب الخامس من يونيو لعام 1967 فيما يعرف بالنكسة، حيث استطاعت إسرائيل أن تحتل شبه جزيرة سيناء كاملة في 6 أيام. وصدرت الأوامر العسكرية من القيادة السياسية المصرية بالانسحاب إلى الضفة الغربية. وما زالت مطمعاً لكثير من دول العالم في أواخر هذه الأطماع. الهلال الأحمر المصري ما بعد النكسة. كان للهلال الأحمر المصري دورا عظيما جدا في إسعاف المصابين وتمريض الجرحى، حيث بلغ عدد المتطوعات في الهلال الأحمر في هذه الفترة إلى حرب أكتوبر 5000 سيدة مصرية، ما بين ممرضة تمرض الجنود ومسعفة تنقل الجنود المصابين، وهكذا كل في مجاله، حيث قامت المرأة المصرية بدور بطولي في عملها بالهلال الأحمر المصري أثناء هذه الحروب، خاصة حرب 67 وحروب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر. سادت مصر في هذه الآونة حالة من الحزن العارم في الجيش المصري، بل في المجتمع المصري كله، فكان الشعب يعيش حالة سيئة جدا بعد أن كانت الأحلام تملأ خيالاته بأن تصبح مصر أم الدنيا كما كانت من قبل. عشان نتوه في السكة شالد من ليالينا القمر. حرب الاستنزاف بتغسل شعرها، ثم بعد ذلك اندلعت حرب الاستنزاف التي استمرت 3 أعوام، منذ عام 1967 حتى عام 1970. وكانت هذه الحرب على قناة السويس، حيث إسرائيل في الضفة الشرقية للقناة ومصر في الضفة الغربية للقناة. وكان من نتائج هذه الحرب أنشأت إسرائيل خط بارليف
وأعاد الجيش المصري بناء نفسه مرة أخرى وأقامت حائط الصواريخ في الجيش المصري الذي ساعدها بعد ذلك. وفي عام 1970 تلقت الأمة خبراً فاجعاً بموت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. مصر بعد ذلك الرئيس محمد أنور السادات الذي عزم على استعادة الأراضي المحتلة وعقد النية على الحرب. قام بعمل خطة الخداع الاستراتيجي التي تضمنت ما يلي: أولاً، في الأول من أكتوبر عام 1973 تم فتح باب العمرة للضباط والجنود. ثانياً، تنظيم دورات رياضية عسكرية مما يتنافى مع فكرة الحرب. ثالثاً، اختيار يوم الحرب يوم عيد اليهود، عيد الغفران. رابعاً، تظاهر الجنود يوم 6 أكتوبر عام 1973 صباحاً بالكسل عن طريق مص القصب ولعب كرة القدم أمام العدو على الجبهة، مما يتنافى مع فكرة الاستعداد للحرب. خامساً، نقل المعدات الثقيلة كالدبابات إلى الجبهة عن طريق نقل ورش التصليح إلى المناطق الأمامية. سادساً، اختيار ساعة 2:00 PM عكس المتعارف عليه في بداية الحروب التي كانت تبدأ مع بزوغ الفجر عادة أو غروب الشمس. مع خطة الخداع الاستراتيجي للقوات المسلحة كان تجهيز الجيش على أشده، حيث تم تجهيز الجيش بأحدث المعدات والأسلحة، وكان التدريب الشاق حيث تدرب الجيش على كيفية التعامل مع العدو. دور سلاح الطيران في حرب أكتوبر. ثانية إلى 5 دقائق بتوقيت القاهرة أطلعت ما بين 212 طائرة مقاتلة و 227 طائرة مقاتلة من 20 قاعدة جوية ومطارا تطير على ارتفاع منخفض تحت مستوى الرادار متفادية جميع الدفاعات. كما حققت الضربة الجوية المصرية 90% من أهدافها، كما أن الخسائر لم تتعدى 5% من الجيش المصري، كان من بينها طائرة النقيب عاطف السادات. دور وحدات المشاة والصاعقة والمدفعية في حرب أكتوبر. سلاح المدفعية في العبور. بدأت مدفعيتنا الحرب مع الموعد المعروف في 2:00 PM. لقد قامت المدفعية ببعض المهام التي لم يكن من المعتاد أن تقوم بها، كفتح الثغرات في حقول الألغام والأسلاك على مستوى حصون بارليف. كما كان عدد المدافع التي شهدت وحشدت على طول القناة في المواجهة مع العدو يزيد عن 4,000 مدفع. وقد قصفت العدو بواقع 175 قنبلة في الثانية في فترات القصف أو الدقائق الأولى مع التمهيد النيراني. دور وحدات المشاة والصاعقة في حرب أكتوبر. بعد قيام سلاح الطيران بأول ضربة جوية وقامت مئات المدافع بضرب تحصينات خط بارليف، جاء دور سلاح المشاة المصري في الحرب.
حيث عبر عشرات الآلاف من الجنود المصريين قناة السويس في 2500 مركب مطاطي على جسور. وبعد العبور قامت القوات المصرية بتحطيم خط بارليف عن طريق ضرب هذا الخط بمدافع المياه، فانهار التراب وقام عمل فتحات لعبور الجنود. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة في 6 ساعات، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف العامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. انتهى البيان.